اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين، ومساء الانتصار من جديد والفوز والافراح والاحتفالات والليالي الملاح. خبيرنا التحكيمي كابتن نصر عباس، مساء الفل والف مليون مبروك. مساء الخير عليك كابتن شوبير، ومساء الخير على كل جماهير نادي الاهلي في كل مكان. مساء الخير على الكبار كابتن محسن، كابتن هاني، وكابتن اسامه حسني. مبروك نادي الاهلي كابتن شوبير، مبروك للجماهير، بطوله كبيره جدا. النادي الاهلي النهارده استحق الفوز واستحق النتيجه واستحق الاداء. نعم. هارد لك لنادي العين. قبل ما نروح للحالات يا كابتن شوبير، نعرف الناس بس على طاقم التحكيم: خليل قموت ملير، وابراهيم ايركان، ومراد كورباي، ومعاهم رابع زرباي كوتشوك، وعلى الفيديو ماركو دي بيلو وليandro دي باول. اتفضل يا كابتن. تمام. حكم المباراه كابتن شوبير 38 سنه. نعم. دولي من 2017. نعم. مرشح بقوه كاس عالم، هو وطاقم التحكيم اللي موجودين معاه ثلاثه مرشحين لكاس عالم. نعم. ادار في الدوري الاوروبي وادار في بطوله ابطال اوروبا، حكم مصنف من الحكام النخبه الكبيره، ليه مستقبل. بقول الكلام ده ليه؟ لان المنقول النهارده هو عنده 38 سنه كابتن شوبير. نعم. يعني كان دولي من 2017 كان عنده 31 سنه. تمام. النهارده عنده كاس عالم، ممكن فرصتين. بنقول اللي عندنا هنا في مصر لابد ان احنا لما بنيجي نرشح حد يبقى حد صغير في السن عشان يبقى عنده. نعم. فرصه. دي اول حاجه. نروح للحالات، حالات جميله جدا انا. نعم. جايبها ونشوف هنا الحاله الاولى، على الرغم ان هو كان قريب. شوف الحاله دي يا كابتن شوبير، حاله مهمه جدا جدا، وهو عنده زاويه رؤيه واضحه جدا جدا. نشوف هل في مخالفه تمت مع حسين الشحات، دي اول حاله، وهو حسين حتى بيتكلم، لا انا متاكد. نشوف الحاله مع بعض، يلا نشوف الاعاده اللي جايه ديت، ونشوف هل في مخالفه من المدافع ولا لا. يلا خلي بالك من قدم اللاعب الثانيه اللي جايه دي، كانت شوف نشوف واحده. نعم. بس هنا القدم اليسرى هنا في الرجل اللي هي الثابته لحسين الشحات، ماشي على طول، انا ماشيها هنا، خدت الرجل الثابته، وبالتالي هنا كان من وجهه نظري هنا كان في مخالفه تاكل جزاء لحسين الشحات. هنا الفار لم يتدخل. نعم. حكم سمح باستمرار اللعب، وحاله انا شايف من وجهه نظري ركله جزاء لم تحتسب لحسين الشحات نتيجه الحركه الاضافيه. نعم. حتى لو انت خدت الكره كابتن شوبير، لو قلنا انك انت. نعم. نجحت في لعب الكره وبعدين كملت بحركه اضافيه برجلك الشمال. نعم. هنا نشوف تاني اللعب عشان ناكد عليها تاني من فضلك. لا احنا شفنا البنالتي خلاص. يعني يبقى هنا ركله جزاء لم تحتسب لحسين الشحات. نعم. الهدف نعم. ونقول حاجه جميله جدا جدا، رغم ان هنا في توقع جميل جدا جدا من وسام، توقع جميل جدا جدا بان اللعبه هترجع للحارس. نعم. طيب سؤالك يا كابتن شوبير لحضرتك، لو نفترض ان وسام في موقف تسلل. نعم. نرجع تاني وهات لنا هنا، بس هنفترض ان هنا وسام كان في موقف تسلل. نعم. هل هدف يتحسب؟ طبعا. ليه؟ المنافس. لا المنافس مباصي. الله عليك. مش خبطه ولا مصطدمه هنا ولا في اي حاجه. ديليبريتلي بلاي، لعب متعمد. نعم. من اللاعب هنا المدافع، وبالتالي حتى لو كان وسام في موقف تسلل الهدف صحيح. ما كانش هيبقى تسلل والهدف هيبقى صحيح. غير. نعم. ولكن انا بشيد بوسام هنا كابتن، لان هو توقع. نعم. خطا من الحارس، وبالتالي هنا صحيح. سبب كان في هذا الهدف. تمام. شرحت بس اللعبه دي كانت لعبه مهمه جدا. نعم. هنا لاعب متعمد من لاعب مدافع، وبالتالي هنا استفاد وسام علي وهدف صحيح. نعم. للنادي الاهلي. الحاله بعد كده شوف هنا رامي ربيعه، هل هنا الكره يعني جت في ايديه ولا كان بلوك من رجليه بس؟ لعبه. نعم. مهمه جدا جدا، نوضح للبعض الجماهير ان هنا كمان رامي ربيعه بينزل بيعمل تاكلينج، وهنا مفيش خالص، الايد بعيده خالص عن الكره كابتن شوبير، ايد فيها اهو، حتى لو اصطدمت في ايده هنا. وهنا بنقول ايه بقى؟ نعم. معلومه جميله جدا، انت قلت حاجه جميله. نعم. حتى لو جت في الايد. نعم. بالوضعيه دي كابتن شوبير يقول الايد الداعمه للاعب. نعم. يعني ايه الايد الداعمه؟ انا بنزل اوتوماتيك، ان انا بنزل بعمل تاكلينج لازم اسند على ايدي. نعم. وبالتالي انا حتى لو جت في الايد بيستمر اللعب، وقرار كان. نعم. قرار صحيح لحكم المباراه. نعم. حاله تعليميه. ومش كل حالاتنا بنجيبها عشان نقول هنا، خلي بالك من حكم المساعد هنا كابتن شوبير. نعم، رفع الراي. نرجع تاني هنا، ليه رفع الراي؟ عشان في لعيب جوه منطقه الجزاء. خلاص. نعم. عندنا في ركله المرمى اللي هي المدى 16 كابتن اسامه كابتن شوبير، نرجع تاني بس كده لحظه التنفيذ، عندنا حاجه اسمها اجراءات، حاجه اسمها تنفيذ مخالفات. نعم. شوف اجراءات التنفيذ هنا هو بيقول ايه؟ خلينا بس نقول ان الرجل على الخط يعتبر جوه منطقه الجزاء. بالظبط، برافو. نعم. لان الخطوط ضمن. نعم. المناطق المحيطه بيها. الحارس جوه على الخط سواء وسام او حسين. في الاجراءات ايه يا كابتن شوبير؟ نعم. الاجراءات ايه هي؟ نعم. ركله المرمى لابد ان جميع المنافسين خارج منطقه الجزاء. نعم. حتى تركل الكره وتلعب بوضوح. هنا
هنا امام دخل وبالتالي هنا حلو حاله كويسه في المخالفات. نعم دور المساعد ايه؟ هسال سؤال. اتفضل. هنا المساعد ما رفعش وسام خطفها وجاب جون هل يحق للفار هنا انه يتدخل؟ سؤال جميل قوي قوي قوي. اتفضل. جميل قوي قوي قوي. ربنا يكرمك. كابتن احنا بنتكلم على الخطوط. نعم. ودي حاله اسمها استئناف. استئناف لعب. نعم. زي مثلا لاعب رامي التماسك كابتن الشوبير ولعبها غلط. زي كره اتحطت وما اتثبتتش واتلعبت وجت جون. نعم. هنا الفار واضح جدا في البروتوكول. الدخول في هدف ليس هدف. في الحالات الواضحه والظاهره. نعم. هنا في حاله استئناف هنا الفار هنا ما تدخلش هنا، دي وظيفه الحكم وحكم المباراه، مش كل حاجه الفار بيتدخل فيها كابتن شوبير. نعم. دي من وجهه يعني نظر. لو كده وجابها جون الفار لا يتدخل هنا 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 زي ما قلت لحضرتك هنا ممكن في الكوميونيكيشن ممكن يكلم الحكم. نعم فيها. ممكن اكلم الحكم ممكن في الكوشه اقول ان الراجل ده اخترق منطقه الجزاء لانه هنا بتتعلق بصحه الهدف بالظبط. نعم. اللي انا عاوز اقوله يا كابتن شوبير هنا شوف دقه الحكم المساعد. نعم في تنفيذ ركله مرمى يعني. نعم. نقول ايه كويس. دي ماده تعليميه مهمه جدا جدا بنوضح للناس. نعم. وبعد كده الحاله اللي بعد كده نشوف هنا في ركله جزاء هنا ونشوف هنا طبعا هنا ما فيش اي تنافس على الكره والمخالفه. نعم. واضحه جدا جدا. نعم. وركله جزاء واضحه جدا هنا شوف الشد موجود والدفع موجود. نعم. والعرقله من تحت موجود. ركله جزاء الحكم كان قريب وهنا ماركو ديبيلو اللي هو الفار اكد على صحه المخالفه ولكن هنا بنشوف تاني هل فيها كارت احمر كابتن شوبير ولا لا. شوف هنا كان في تنافس الاول وبعدين ايه التنافس ما نجحش. بنقول هنا البطاقه بتنزل من الحمراء لبطاقه صفراء مستحقه. نعم. ركله جزاء وقرار صحيح من حكم المباراه. الحاله بعد كده نشوف هنا الحاله اللي جايه مع بعض. شوف الحكم فين يا كابتن شوبير. نعم. شوف الحكم فين، هل المخالفة نعم. من داخل منطقة الجزاء أو من على الخط زي ما حضرتك قلت ولا نعم. من خارج منطقة الجزاء؟ خلي بالك في الإعادة كده هنلاحظ إن المخالفة تمت خارج منطقة الجزاء. نعم. ولو هنا هتبان 10 سم بس يا كابتن شوبير هنا. نعم. نشوف بقى لسه ما زالت الكرة موجودة. شوف هنا مروان نمشي. شوف الدقة قد ايه؟ هو المهاجم اللي وصل للكرة الأول يا كابتن؟ بالظبط كده، هو نجح في لعب الكرة يا كابتن، ولكن هنا كان في فوت أون فوت على قدم نعم. المهاجم 10 سم فعلا بالظبط، هي 10 سم. نعم. لو التوقيت بتاع مروان على الخط رجليه كانت ممكن تتحسب. لو الحكم على بعد 10 سم وكمان وحتى هو متركز باصص تحت كمان يعني باصص على الرجلين حكم هادي جدا جدا. نعم. فهنا طبعا مخالفة من خارج منطقة الجزاء والفاول مستحق وزي ما قلت لا تركيز من حكم المباراة. نعم. هنا لا توجد مخالفة داخل منطقة الجزاء. الحاله بعد كده اخر حاله معانا كابتن شوبير. نعم. دي بدايه الشوط الثاني. نعم. والماتش مانجمنت اللي هي اداره المباراه مش معنى اداره المباراه ان انا اخترق القانون ولكن هو شايف ان انا كحكم محتاج احمي الماتش بتاعي. نعم. محتاج ان انا استخدم حاجه اسمها التحكيم الوقائي. نعم. عمل ايه يا كابتن شوبير؟ جاب اكرم توفيق. كان اكرم توفيق كان عنده لعبه في الشوط الاولاني او لعبتين. نعم. في بدايه الشوط قال له اكرم من فضلك فير بلاي من فضلك عشان خاطر ايه؟ نعم. ما يبقاش في اخطاء عشان ما يديش انذارات. هو هنا الحكم عامل يا كابتن شوبير. نعم. استخدم اداره المباراه مش اختراق القانون ولكن نعم. اداره المباراه تحكيم وقائي طبعا نبه على اكرم ده كان شغل الحكم. انا شايف ان الحكم النهارده مشي بمباراه هادي جدا. نعم. زي ما قلت حضرتك التحكيم سهل وهو ده اللي عمله الحكم التركي في هذه نورتنا وشرفتنا يا كابتن ناصر.